المودع الذي يودع مالا هو مؤتمن، المرتهن مؤتمن، فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ومعنى التعدي ترك ما يجب، التعدي ترك ما يجب، والتفريط فعل ما يحرم. فلو أنه تعدى على هذه الأمانة أو فرط فيها بعدم الاهتمام بها والمحافظة عليها فإنه يضمن. ولذا لو قال شخص أودعك هذا المال بشرط لو سرق أو ما شابه ذلك تضمن، فإنه لا يصح الضمان. لما؟ لأنه أمين، والأمين محسن، وما على المحسنين من سبيل. لكن لو أنه أتى بضامن فيما لو تعدى أو فرط هذا المودع فإنه يصح. فإذا الضمان في الأمانات لا يصح، وإنما يصح في التعدي والتفريط فيها.